بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات ضمن انطلاقات مهرجان سمو ولي عهد دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوط الجعدان المهجنات الأصايل في انطلاقات صباح هذا اليوم. شوطنا السادس عشر بمجموع الأشواط أعلنت انطلاقة. أتمنى التوفيق لكل الأسماء المنطلقة والحاضرة. مباشرة نتقدم مع هذه الأسماء، انطلق مع المراكز الأولى وطالع دائما المقدمة والصدارة المهندس لخليبة بن سيف بن محمد الأغفلي، من يقدم المهندس على المركز الأول في أول الأسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. المركز الثاني القادم على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في ثاني المراكز. يتواجد الذيب لراشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي المركز الثالث. المركز الثالث أتابع منذر لأحمد بن قندوم بن سعيد الفلاسي القادم على ثالث المراكز. النقل للمركز الرابع. المركز الرابع من الجانب الآخر يأتي جبر لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع. يتقدم مع هذا التقدم النقل للمركز الخامس. المركز الخامس الأسد لفري بن حمد بن علي المري القادم في هذه اللحظات على المركز الخامس. سادس المراكز نتابع المركز السادس. يتقدم سراب لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. وسابع مراكزنا يتواجد نجد لفري بن راشد بن سرداح للتبي القادم على المركز السابع في هذه اللحظات. يتقدم ثامن مراكزنا يتواجد وينطلق صايب لسعيد سالم بن عبيد الراشدي. والمركز التاسع صافي القادم على المركز التاسع لمالك سعيد بن محمد بن خلفان الكتبي شعار بن بينونه القادم. والمركز العاشر يتواجد وضاح ليسيب بن فالح بن راشد الشامسي. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الأسماء القادمة والشعارات القادمة على أرضية هذا الميدان. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. الذيب اللي غير وتقدم بشعار الشاعر راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي يتقدم على المركز الأول. يقدم الذيب في أول الأسماء في مسار هذا الشوط. يؤكد حضور هذا الشعار انتصفت الستة كيلومترات في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم. نتابع المركز الثاني جبر القادم، جبر سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري القادم على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث يتواجد منذر لأحمد بن قنوم بن سعيد بن حمد الفلاسي القادم على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع الأسد القادم فرج بن حمد بن علي
لبريص المري القادم في هذه اللحظات شعاره على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس صافي 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 قادم سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة الكتبي قادم يقدم صافي مباشرة إلى المركز السادس، وتابع النجد القادم لفري بن راشد بن سرداح الكتبي قادم شعار بن سرداح على المركز السادس، وسابع المراكز يتواجد شعار سراب سراب القادم لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي ينطلق في هذه اللحظات، وثامنا وضاح لسيد بن فالح بن راشد الشامسي. بدأ يتقدم وضاح مع هذه الأسماء المتقدمة والحاضرة، وهاج قادم وهاج لسعيد بن محمد بالعصري الخيلي، أول ندى لشعار بالعصري الخيلي يقدم وهاج في هذه الانطلاقات مع هذه التحديات والأسماء قادمة، والشعارات كذلك قادمة في هذه اللحظات. شوف شعار بالعويضان القادم يقدم دلل حمد بن محمد بن سيد بن عويضان العامري قادم بو حمد في هذه الانطلاقات على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. النداء الثاني بدأنا نتجه إلى المقصورة الرئيسية إلى خط النهاية إلى ناموس هذا الشوط، والذيب وبن مصلح الذيب والشاعر يقدم الذيب على المركز الأول. الذيب لراشد بن سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني جبر 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 سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري قادم على المركز الثاني. المركز الثالث نجد القادم فرج بن راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي القادم على المركز الثالث. الرابع وهاج سعيد بن محمد بالعصري وصل بالعصري مع شعار وهاج، وكذلك صافي سعيد بن محمد بن خلفان بن بينونة الكتبي قادم، والطنيجي قادم والشامسي قادم، كل الشعارات وصل الذرب وصل مع الكيلو متر الأخير. سلطان بن راشد بن سالم الشامسي يقدم ذرب القادم، وشام وشام ماهر بن سالم اليحافي وصل اليحافي يقدم يقدم، وشام 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 ورزام سعيد بن مطر بن ضبيع الكتبي قادم في هذه اللحظات. من القادم والواضح حمد بن علي بن الشيط قادم يقدم الواضح والمتحد لهادي بن سالم بن راشد الأفجح المري. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الشعارات المنطلقة. لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. شوطنا السادس عشر شوط المهجنات الأصايل. يا سلام في يوم لذا يرعي وهاج سعيد بن محمد بالعصري الخيلي على المركز الأول لـ400 متر الأخيرة. يا بالعصري الخيلي ماهر بن سالم اليحافي يقدم وشام 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 على المركز الثاني. وشام ولا وهاج 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 اللحظات الأخيرة. المتحد الأفجح المري قادم، لكن خلاص خلاص وهاج روح بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك وهاج سعيد بن محمد بالعصري الخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المتحد لهادي بن سالم بن راشد الأفجح المري. المركز الثالث المركز الثالث وضاح لسيب بن فالح بن راشد الشامسي. المركز الرابع والشام لماهر بن سالم بن سعيد اليحافي. المركز الخامس المركز الخامس المركز الخامس سراب لمحمد بن محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار بالعصري لخيلي خاطفا هذا الشوط. تهانينا والناموس له. 9 دقائق كالعادة التوقيت و16 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك وهاج
سعيد بن محمد بالعصري الخيلي المركز الثاني 9:17 شهر ثاني 4 أجزاء من الثانية اللي وصلنا المتحد لهادي بن سالم بن راشد الأفجح المري المركز الثالث 9:17 ثانية 9 أجزاء من الثانية اللي وصلنا وضاح لسيب بن فالح بن راشد الشامسي تهانينا والناموس للجميع.